مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نعود بعد هذا الفاصل لنتواصل ونستمر معكم في صباح الشروق. ودائما نعود بالملف السياسي، عدد من الأخبار السياسية الواردة في موقعنا على الإنترنت الشروق.net، القراءة منا والتحليل من رئيس تحرير موقع الشروق.net الأستاذ الشيخ يوسف. مرحبا بك أستاذ الشيخ، صباح الخير. مرحبا بك أخونا أحمد، وصباح الخير عليك وعلى مشاهد الشروق. عدد من الأخبار، نبدأ معك ب سلفاكير الحميتي، لا تمديد آخر لتشكيل الحكومة في جوبا. قطع رئيس جنوب السودان سلفاكير مياردت بأنه لن يكون هنالك تمديد آخر لتشكيل الحكومة الانتقالية وفقا للمفاوضات التي يرعاها السودان، والتي اتفق مع الحركات الجنوب السودانية المسلحة على إعلانها في غضون 100 يوم. وأكد دقلو حرص السودان على تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، وقال في تصريحات عقب مباحثات أجراها مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير مياردت في جوبا، قال إن الوفد رفيع المستوى الذي يزور جوبا يهدف إلى متابعة تنفيذ سير مخرجات القمة الثلاثية في عنتبي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس أوغندا يوري موسيفيني ورئيس جنوب السودان بشأن الترتيبات الأمنية وتشكيل الحكومة في جنوب السودان. ونقل بيان لمجلس السيادة الانتقالي عن محمد حمدان دقلو قوله إنهم بصدد وضع خارطة الطريق لتنفيذ متطلبات اتفاق السلام في جوبا، وكشف عن تشكيل لجنة عسكرية سودانية مختصة بمتابعة معسكرات التدريب باعتبار أن ملف الترتيبات الأمنية هو الملف الشائك الآن، لافتا إلى أن اللجنة ستكون موجودة في جوبا لمتابعة كل معسكرات التدريب وسترفع تقريرها لمجلس السيادة. وأوضح أن رئيس جنوب السودان أكد أنه ليس هناك أي تمديد آخر بشأن تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن الوفد السوداني سيجري لقاءات مع اللجنة المشتركة بين الطرفين في دولة جنوب السودان للوقوف على المشاكل والمعوقات بهدف تذليلها. وأعرب دقلو عن تفاؤله بالوصول إلى سلام وتشكيل الحكومة لينعم الشعب في الجنوب بالسلام والاستقرار. يعني إذن إجراءات كثيرة وتحركات كثيرة من الحكومة الانتقالية وأيضا حكومة جنوب السودان ليحل السلام والاستقرار في جنوب السودان وليتم تشكيل حكومة جنوب السودان بشكلها الجديد. وطبعا الاتفاق السلام اللي كان عقد هنا في السودان شابته بعض الربكة وبعض التلكو والتباطؤ مينلي بسبب الترتيبات الأمنية. ومجلس الأمن حتى كان عقد جلسة حول هذا الموضوع، مجلس الأمن الدولي، وحتى دول الترويكا الثلاثة أمريكا وبريطانيا والنرويج عبرت عن قلقة أو عن شبه يأسة من الموضوع. وكانت اصلا هو المهله بتاعت من 12 نوفمبر حتى 22 فبراير، مهله ال 200 يوم دي كانت اعطيت من قبل القمه الثلاثيه الرئيس البرهان والرئيس موسيفيني وسيلفا، وعلى اساس انه التكليف للقوات السودانيه انها تعجل في هذه المده مساله دمج القوات الحكومية مع القوات الحركات وكذا وكذا. أنا بفتكر أنه زيارة جات عشان تبدأ تمهد الطريق للجنة العسكرية السودانية اللي حتتابع معسكرات التدريب اللي فيها قوات. نتمنى أن المدة تكفي أنه الجنوب يخرج من الدائرة بتاعته. يعني هل نستطيع أن نربط هذا الأمر بمفاوضات أيضا السلام العادل والشامل الذي تجريه الحكومة الانتقالية مع حركات الكفاح المسلح في جوبا؟ نعم، هو أنا بفتكر أنه بحوار توقيع اتفاق السلام في السودان كان في جنوب السودان كان أسبق من ده، وحتى في أحاديث الآن تحدثت عن في كثير جدا من الشركاء الدوليين تحدثوا عن عدم مناسبة جوبا لاستضافة مثل هذه، وأنه الخرطوم أنسب من جوبا لأنه يفتكروا هم في 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 شيء من الغضب يعني الدولي على 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 تباطؤ او تلك حكومه الجنوب في انفاذ اتفاق السلام وتكوين الحكومه، لانه تشكيل الحكومه ما العقبات اللي بتواجهه في اختلاف حول الولايات، تكوين الولايات في الجنوب عددها وعددها، وفي الاختلاف الاكبر هو انه العامل الامني ده اهم عامل، لابد من انه تكون في قوات حكوميه موحده بتقاتل تحت عقيده واحده، أنه في طيلة هذه الفترة المهلة المهلتين اللي كان أعطيت لتنفيذ اتفاق السلام ما كانت تنفذت الحتة بتاعتها، لم يحصل دمج لهذه القوات. نعم، لأنه من غيرها ممكن تشكل الحكومة،
من المعارضة الجنوبية وحكومة الجنوب، لكن تتنسف بأي تفلت هنا وهناك إن لم تعالج هذه المسألة. الآن أنا بفتكر أنه زيارة الفريق حميتي ما حدث الطريق للجنة العسكرية السودانية اللي حتتولى الموضوع ده وتنجزه في أقل من 200 يوم حتى تمهد الطريق يعني.